السؤال الأول لفريق كريم ونورهان وأحمد بيقول: من هو المهندس المصري صاحب فكرة تدمير خط برليف؟ الفريق سعد الدين الشاذلي، اللواء أحمد حمدي، اللواء باقي زكي. كريم وأحمد جاوبوا نفس الإجابة، ودي إجابة غلط. نورهان جاوبت إجابة مختلفة ودي غلط. الإجابة الصح اللواء باقي زكي. خسروا 15 نقطة. هارد لك، نغير مع بعض. السؤال الأول عند حسين ونوران ومحمد بيقول: كم المدة المستغرقة في بناء السد العالي؟ 15 سنة، 5 سنين، 11 سنة. طيب، احنا حسين ومحمد اتفقوا على الإجابة وجابوا 10 نقط. الإجابة 11 سنة. جود لك. طيب نغير مع بعض. آخر سؤال لكريم ونورهان وأحمد في تحدي الليلة بيقول: كم عدد المرات التي استضافت مصر فيها كأس العالم لكرة اليد؟ مرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات. طيب، في إجابة واحدة صح. نورهان جابت 5 نقط والإجابة مرتين. نمشي الأنوار ونغير مع بعض. آخر سؤال في تحدي الليلة والوضع سخن على الآخر، والسؤال بيقول: كم عدد المرات التي استضافت فيها مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية؟ 5 مرات، 3 مرات، 4 مرات. انتوا التلاتة على نفس الإجابة، وللأسف الإجابة غلط. خسرتوا 15 نقطة والإجابة 5 مرات. ضيعتوا من إيديكوا فرصة كبيرة. وبكده نتيجة النهاردة: كريم ونورهان وأحمد 50 نقطة، حسين ونوران ومحمد 40. وبالنتيجة ديت كريم ونورهان وأحمد بقى معاهم 6 نقط ومجموع سكور 160، أما حسين ونوران فمعاهم بعد خسارة النهاردة 3 نقط وسكور 155. وبكده ترتيب المجموعة. هذا البرنامج برعاية